عند حسن تقدير بس انا عبد الحكيم غادي يرفض الشرط كاين يرفض الشرط عند الملوك الملوك اش غادي يعمل للوراء باقي الكره عند لاعبين ديال حسن تقدير كتخرج الشرط الشرط لصالح يوسفيه برشيد يوسفيه برشيد اللي فريق اللي صعد القسم الاول هذا العام هذا عنده لاعبين اكفاء شهادة الجميع كيقولوا لاعبين مستوى عالي جدا كنتمنوا له مسيره موفقه كذلك كنتمنوا مسيره موفقه لحسن تقدير الكره عند حسن تقدير بس عبد الحكيم غادي ينفذ الشرط كيتنفذ الشرط عند الملوكي مزيان اش غادي يعمل باقي الكرة عند المالوكي كترجع لعبد الحكيم عبد الحكيم اش غادي يعمل كيغير الاتجاه عند ياسين الرامي ياسين الرامي كيعطي الكرة للزميل ديالو بوبي لا عفوا سير بسين سير كرة عند عبد الحكيم عبد الحكيم عند كرة عند من اللي كتضيع عليه كتمشي عند واتصم دائما كيسترجع بسين عبد الحكيم كيرجع لورا عند عماد اش غادي يعمل عماد كيغير الاتجاه عند بعدي بعدي كتوصل الكرة كتخرج الشرط لصالح حسن تقدير بعدي كينفذ الشرط الشرط كيرجع لصيام مراوغة ديال بعدي مزيانة بين بعدي وصيام كيخرج ينفرد احد اللاعبين وكيحيد الكرة لبعدي كترجع لعند واتزم واتزم كتخرج الشرط لصالح عفوا لصالح يوسفية برشيد كنشوفو عماد الكيماوي سقط كنتمناو الإصابة تكون خفيفة كيدخلو مسعفين الملعب إسعاف اللاعب عماد الكيماوي الجمهور كنلاحظوه ولو قليل يعني كاين الصداع ديالو كيبان لينا هنا منذ البداية كيشجع من هذا الطرف ومن الطرف الآخر الطرف الآخر اللي كنشوفو فيه جمهور ليس جمهور ليوسفية برشيد يعني كيبان ليا إلا بعد خمسة أفراد أو ستة أفراد ورجال الأمن هما اللي حاضرين في موقع ديال فريق واتزم مشجعين ديال واتزم كنتسناو الإصابة ديال عماد تكون خفيفة عماد سقط حتى الآن كنتمناو الإصابة ديال عماد تكون خفيفة كيخرج عماد الشرط كيف نفر الشرط عند واتزم بسين عبد الحكيم حتى المناني المناني كتضيع عليه الكرة كترجع الكرة عند لاعبين ديال لاعبين ديال يوسف برشيد هجمة مرتدة لبرشيد اش غادي يعملوا لا زالت الكرة عند برشيد كتقطع الكرة كترجع لحسن تقدير حسن تقدير الكرة لا زالت عند حسن تقدير كيرجع الكرة عند بعدي عماد الكيماوي كيرجع الكرة لبعدي بعدي كيسقط الأرض كترجع الكرة عند بعدي كنشوفو بعدي كيتألم لكن باقي بعدي مسير ديال المقابلة الكرة كترجع عند من عند بناني كيرجع للوراء عند ياسين الرامي ياسين الرامي تحية ياسين الرامي اياك واللاعب بالنار بحال هادو فاش كنشوفو الاهداف بحال هاد الكرة عند ما خصناش نستهنو باي فريق اي فريق كيلعب في القسم الاول يعني راه ما كيكونش في القسم الاول الا وكتكون عنده واحد مقدورية كيدخل معترك العمليات كيدخل باسين عبد الحكيم كيحيد ليه الكرة كترجع لعند واتزم كنشوفو تمريرات غير في محلها طيرة كنشوفو الجمهور
ما راضيش على هذا اللعب هذا. كنتمنوا نشوفوا تقنيات اللي معودين عليها في الفريق ديال حسن الثقادير اللي هو فريق عريق عنده امكانيات عنده لاعبين عنده تقنيات رائعه جدا نشوفهم في هذه المقابله. يعني كسي أستم غادي نسولك على المباراة ديال اليوم ديال حسن الثقادير ويوسف يا تبرك كيفاش بان لك اللعب ديال اليوم شفنا يعني حسن الثقادير ولا يوسف يا تبرك مازال ما شفنا مباراة حقيقية ديالك اللي كنا كنتظروها. هو صراحة هي مباراة ولا مهمة بالنسبة لكلا الفريقين بحكم أن الفريق ديال اللي قاد بينهم تقريبا هو جوج ديال النقط كلا هما غيقلبوا على الفوز في المقابلة يعني بسهلة عادي أن نشوفوا هذا النوع ديال التخوف من كلا يعني الفريقين شكون الكرة كتلعب بزاف في وسط الميدان على حدود الساعة رغم أنه كان واحد الضغط يعني طفيف من قبل يعني فريق حسن الثقادير على حدود الساعة ممكن دائما إذا كنتظروا العودة ديال اللاعبين سواء كنهضروا على بركاوي ولا عبد المكاين بالتالي كنشوفوا مقابلة متكافئة رغم أنها يعني كنشوف أنا ما غاديش ننتهي بتاع حسن الثقادير ربما في الشوط الثاني شفنا حسن الثقادير تفوق في الملعب وسط الميدان وفوق الأجنحة غير هو اللي أغنية اللي كاين بين اللاعبين أجنحة ويلا وجلال الداودي واش غادي يأثر على الهجوم ديال حسن الثقادير بطبيعة الحال هذا يخطر لأنه جلال الدولي كنعرفو الدور الكبير اللي كيقوم به يعني في وسط الميدان من خلال الإمداد ديال يعني اللاعبين بالكرات اللي هي كتكون حاسمة. مسألة عادية أنا نشوفو الأطراف كنشوفو بحال المقابلة اللي فاتت كنت الرجاء البيضاوي شفنا أن بسين ومعدي الكريم يعني قام بواحد المقابلة رائعة جدا مختلف يعني وكاع المحاولات اللي كانت شكلت خطورة جات إما من عند بسين أو من عند معدي مسألة عادية الحسنية كتدز بها الطائرين اللي صاروا اليوم اللي كانت المقابلة كبيرة تحية لك سي أسطم صحفي في جريدة اليوم تحية لك اللي حاضرين معنا هنا في الأدرار كانت محاولة فريق عفوا يوسفية برشيد اللي كانت هاجمها لولا تدخل الحارس الحواصلي لكان هدف يتسجل في الدقيقة 34 كانت براعة ديال الحواصلي هي اللي منعت المهاجم ديال يوسفية برشيد باش ما يسجل الهدف. يعني كنشوفوا فريق ديال يوسفية برشيد له مهارات له تقنيات وعنده لاعبين اكفاء يقدروا يغيروا النتيجه لكن حسن الثقادير لا خوف عليها لان عندها لاعبين تبارك الله عندهم تقنيات هائله جدا كنتمنوا لهم مسيره موفقه ونشوفوا اهداف. تحيه لكم هنا عند بعدي الكره عند بعدي اش غادي يعمل بعدي مضايقه من احد اللاعبين لا زالت الكرة عند كترجع ياسين الرامي كيعطي الكرة لبن لا عفوا الملوكي كرة عند صيام اش غادي يعمل صيام كيراو كيعطي الكرة لأحد اللاعبين كيخرج الكرة لكن كترجع الكرة عند واتسون كرة دائما شفنا المقابلة مازال ما شفنا مقابلة يعني شفنا تسخينات ديال اللاعبين مازال ما شفنا المقابلة من كلا الفريقين كنشوفوا لاعبين بحضر الكرة كترجع لحسن الثقادير حسن اش غادي يعمل في الجناح الأيمن عند بناني كيرجع لورا كتسقط بناني خطأ لصالح بناني مسير عبد الحكيم كاين في الخطر بسرعة كرة عند صيام مزيان اش غادي يعمل صيام كتبطأ شيئا ما كتمشي ليه الكرة كترجع عند اللاعبين ديال يوسفية برشيد خطأ لصالح يوسفية برشيد. هذا هو الجمهور منذ بداية المباراة لم يهدأ له البال التشجيعات ديالو كنتمناو باش نشوفو مباراة جيدة ونشوفو أهداف خطأ لصالح ياسين الرامي واصلي غادي لكن كيخلي الكرة ياسين الرامي كيرجع الحواصلي حارس عملاق له كفاءات
الكرة كترجع لعند حسني تكادير مورا وغجميلة ديال بعدي، لكن الحكم كيصفر. لا ندري واش كترجع الكرة عند حسني تكادير بعدي، بعدي كيدخل معترك العمل كيعطي الكرة لصيام، صيام باقي كتضيع عليه الكرة، كترجع عند لاعبين ديال يوسفية برجيت، كترجع لعند لاعبين ديال حسني تكادير بعدي. بعدي شفنا مناورات ديال بعدي بينه وبين صيام، كيدخل الشرط، الشرط لصالح يوسفية برشيد، الشرط لصالح حسني تكادير اللي غادي ينفذ هو الشرط، هو بعدي كينفذ الشرط، كيرجع عليه كيعطيه ميلوزوفيتش، كيرجع لبعدي كتخرج، كضرب هاد اللاعبين كتخرج الشرط، الشرط لصالح حسني تكادير. بعيدة كتخرج 55 لصالح يوسفية برشيد، هجمة للحسنية، هجمة الحاية كتضيع بعد، كتضيع 55 لصالح يوسفية برشيد. كرة عند لاعبين ديال حسني تكادير، اش غادي يعملوا؟ هجمة مرتدة، لكن كترجع عند لاعبين ديال يوسفية برشيد. يوسفية برشيد اللي شفناها ملأ وسط الميدان، الحسنية كاينين غيابات في صف الحسنية، ما شفناش روبينو وما شفناش جلال الداودي اللي هو المباراة اللي فاتت على ما أظن مصاب، كنتمنوا ليه الشفاء العاجل. كرة عند من عند بعدي، بعدي في الجناح الأيسر، اش غادي يعمل بعدي؟ بعدي كيقلب على المساندة من الزملاء ديالو، بعدي بعدي كيدخل معترك، لكن كياخذوها عليه اللاعبين ديال يوسفية برشيد. لا زالت الكره عند يوسفية برشيد، شفنا يوسفية برشيد لكن ما شفناش يعني حسن تكادير، مازال ما شفنا، ما دخلاش في المباراه. شفنا التألق ديال احد اللاعبين ديال حسن تكادير، لكن مازال ما شفناش اتمام التهديف. الكره عند من؟ عند اللاعبين ديال، ما شفناش اتمام الكرات باش نشوفوا اهداف. كرة عند من؟ عند يوسفية برشيد، كتخرج الشرط لصالح يوسفية برشيد. كانت تمريرة رائعة من باسل عبد الحكيم، هو اللي مد هذه الكرة من طبق من ذهب، وتامر هو اللي تكلف بتسجيل هذا الهدف، هدف رائع. تحية للاعبين ديال حسني تكادير، وتحية للجناح الأيمن باسل عبد الحكيم اللي هو لاعب جيد، وعطى واحد الكرة طبق من ذهب لهذا اللاعب هذا، وتسجل الهدف في الدقيقة 37 عفوا، كان هدف رائع جدا. تحية للاعبين ديال حسني تكادير، مسيرة هذا هو الجمهور ديال حسني تكادير اللي كيشجع الفريق ديالو طيلة المباراة، وهو كيشجع، جمهور رائع جدا. ونرجع المباراة، كرة عند حسني تكادير كتخرج الشوط لصالح يوسفية برشيد. الآن كنعيشو الدقيقة 59 في عمر المباراة، دائما 1-0 لصالح حسني تكادير. الهدف اللي سجل في الدقيقة 37 على إثر هجوم منظم كان شارك فيه باسل عبد الحكيم، اللي عطى كرة جميلة لميلوزوفيتش، هو اللي تكلف بتسجيل الهدف، كان هدف رائع جدا. حسني تكادير خرج أيوب الملوكي، دخول خنبوبي. التغيير الأول في صفوف فريق حسني تكادير، خروج اللاعب رقم 95 أيوب الملوكي، ودخول اللاعب رقم 8 عبد العالي الخنبوبي. عماد
بعد الكيمة ويعطي الكرة، الكرة خطيرة لصالح حسني تكادير، خطأ لصالح الخنبوبي، خطأ لصالح الخنبوبي، أما إسقاط الخنبوبي على مربع العمليات. أوبيلا هو اللي كيتقن هاد ضربات الخطأ، لكن ما حضرش في هاد اللقاء. كنتمناو نشوفوا البديل ونشوفوا شي واحد يمتعنا بشي هدف اخر. الجمهور منذ البدايه هو كيشجع فريق ديالو اللي هو فريق حسين تكادير، كنتمناو نشوفوا هدف اخر. على ما أظن تامر سيام وقيلة هو اللي غادي ينفذ هذا الخطأ، أما الحكم كيصفر، والحارس كيلتقط هذه الكرة، كترجع خطأ. 5 دقائق اللي كتوصلنا على نهاية المباراة، دائما 1-0 لصالح حسني تكادير. بعدي عنده الكرة، اش غادي يعمل بعدي؟ كيرفع الكرة، يعاود ترجع عند البعدي خنبوبي، اش غادي يعمل خنبوبي؟ خنبوبي كيرفع يعطي الكره مزيانه. اش هادشي تامر سيام كضيع هاد المحاوله. خنبوبي اللي عطاه الكره لكن ما استغلهاش سيام. 55 لصالح يوسف ياس برشيد. حنا كنعيشو الدقيقه 86 في عمر المباراه. تغير في صفوف حسنية تكادير، أيوب القاسمي غادي يدخل مكان من مكان سيام هو اللي كيدخل مكانو. أيوب القاسمي، كرة عند شاوش كيعطي الكرة دائما عند حسن تكادير، كتمشي ليهم الكرة خطيرة، كيدخل أحد لاعبينا. الحكم كيقول الخطأ لصالح يوسفية برشيد، الكرة عند يوسفية برشيد خطيرة كيدخلو، باقي خطيره كيدخل الدفاع. ياسين رامي كيخرج على الزاويه لصالح يوسفيه برشيد. يوسفيه برشيد اللي نزلت كل الثقل ديالها لتعديل النتيجه. حنا كنعيشو الدقيقه 87، 3 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. كنتمناو باش تبقى النتيجة على ما هي عليه، أو نشوفو شي هدف لحسنية أكادير اللي كيطمئنو على النتيجة وعلى 3 نقاط. الكرة عند حسنية، هجمة مرتدة لحسنية، هجمة مرتدة لخنبوبي، أش غادي يعمل؟ زهير شاهين كيعطي الكرة لباسيل عبد الحكيم. باسيل عبد الحكيم، فرصة كتضيع لباسيل عبد الحكيم، فرصة لباسيل عبد الحكيم لكن كتضيع. جات كرة طبق من ذهب لكن ما استغلات. كنتمنى فرصة أخرى إن شاء الله نشوف شي هدف.
الكرة عند يوسفية برشيد. بسان عبد الحكيم مزيانة كيرفع الكرة ديالو الأمام عند حارس مرمى يوسفية برشيد. كان يسود دقيقة تاسعة، دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة. كنشوف سعد المرسلي كيستعد للدخول، كيدخل احد لاعبين كرة، هجمة مرتدة خنبو بياش غادي يعمل عند بعدي، بعدي كيراوغ كيرجع الخنبوبي عند من، عند كيماوي، كيعطي الكرة ل بناني، كرة عند عبد الحكيم، الكرة لاعبين طلع في مستوى عالي جدا، كنشوفوا روح رياضية في احد اللاعبين ديال يوسفية برشيد. كان عيش الدق في هذا الاثناء تغير، كنشوفوا تغير في الصفوف حسن الدقادير، خروج عماد الكيماوي، دخول رقم 6 اللي هو سعد المرسلي، اللي هو يدخل امام مكان عماد الكيماوي. كرة عند اللاعبين ديال يوسفية برشيد، شفنا روح رياضية عند أحد اللاعبين ديال يوسفية برشيد اللي كان اندفاع بينه وبين بسين عبد الحكيم اللي غير إرادي، شفنا تسامح بين اللاعبين ديال أول خطرة كنشوف لاعبين في مستوى جيد. كرة عند يوسفية برشيد، هجمة مرتدة ليوسفية برشيد، كيدخل الدفاع ديال حسن الدقادير، خطيرة، خطا لصالح يوسفية برشيد، خطيرة، كنتمنى وتمر بسلام. اعطوها لهذاك راهو الوسطاني شتيها. مقابلة قوية اللي شفنا اليوم يوسف برشيد، يعني ممكن نقول انا عندي واحد الملاحظة، انا علقت على المقابلة وتابعتني المقابلة وخصوصا الجمهور الكريم، لاحظت انه على مستوى الهجوم اعتمد على شخص واحد هو ديمبيلي، يعني ديمبيلي في الفعالية الهجومية ديالو، يعني لاحظت انه في المقابلة ديال اليوم ما عطاش ديك الفعالية المرجوة، واش كنتي كتسنى منه اكثر او لا، خاصو شي واحد اللي يساندو اكثر في الخط الامامي. الحلول ما جاوش من الكرات ملعوبه، ولكن الحلول جاو من كره ثابته عطات لي هدف. فانت كيفاش كتشوف الخط الهجومي ديال يوسف برشيد؟ اولا جاو بحال الكره الثابته، حتى توان داو لي ترو بون دو فالاريتي كورنير و طنجا، نو زونفولي ترو بون برشيد ضربه جزاء. حقيقه لي فالاريتي في بارتي ديال التكتيك والتكتيك. انا اتفق معك بان ديمبيلي سي لو جوغ لي خصو يكون حداك في خط ديال الوداد، ولا يكون خيري، ولا يكون دريلي، يبقاو يمشيو سونتري ولا حنا لو ستيل ديالنا كنديرو لي زاتاك باسي، لي زاتاك باسي عندنا دي جوغ كوم فاتي لي كيعرفو يديرو لا بينتراسيون باو بي. مي الوقيته لي فكرنا بانه هو مع الرامي ومع بوتين ما يحط حتى كرة براس، باس فاتيكي بور يعني. On a changé de tactique. On est allé au bout le coureur qui m'a ouvert ma assise. Ou quand on vient là, on a acheté un sac de coureur de tu vois, il était épuisé. Je suis très déçu d'avoir un résultat comme ça. Vraiment, si bien c'était pas
un de nos meilleurs matchs. Mais je crois qu'on a, on a eu toujours le contrôle, surtout deuxième mi-temps. La Brigitte, on ne s'est pas créé un seul situation dans la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, si bien il a essayé de faire la pression, il a essayé de légaliser comme c'était logique, nous on a raté deux situations claires face à face, les gardiens, et ça se paye. Comme la situation qu'on a ratée à 42 minutes de la première mi-temps, la tête de Kimaoui. C'était clair que la chance, dans cette, on passe dans une période qu'on peut dire à vite, et surtout de malchance. Je ne peux pas avoir une autre réponse pour, parce que même certaines décisions de l'arbitre, je n'ai pas partagé des petits fautes, des petits qui sont pas du de la même côté. Et de marquer un but contre notre poste là. Contre, c'est la malchance dans la dernière seconde. Hein, un tir qu'il a touché à un joueur de nous qui l'a fait en effet. Ça, c'est la preuve que c'est la malchance. Hein, ce n'est pas un mérite de personne. Hein. Il faut travailler, il faut continuer, il faut être prêt pour la prochaine bataille. On a beaucoup de matchs en face, mais c'est impossible de cacher cette déception qu'on a. Hein. Pour nous, c'est comme un défaite. C'était comme un défaite, la même défaite. Parce qu'en aucun moment, on avait pensé qu'il pouvait nous égaliser. Je répète, parce qu'il n'avait pas arrivé la Brigitte avec aucune situation claire spéciale. Mais bon, c'est le football comme ça, et toujours, et si ce n'est pas un erreur, c'est la malchance, mais parfois tu passes de période en vie qui te laisse comme ça. Il faut être fort, il faut continuer à travailler, et pas plus que ça. إيه هو أنه السيد المدرب أنكم يعني كتفتقدوا اللمسة الأخيرة وهذا العيب ديال الحسنية من النهار الأول أنكم ما كاينش المهاجم ما كاينش اللي يسجل ما كتشوفوش أن هذه النقطة من اليوم الأول وجميع الإعلاميين تقريبا حطوا هذا السؤال ولا زالت هذه النقطة فيبل بالنسبة لكم Je dis, on a raté surtout tout face à face, le contre-attaque. Comment tu peux le travailler un jour, il est face au poteau, il tire à l'extérieur. Ça, c'est la situation qui s'arrive. C'est à nous, ça nous fait de mal parce qu'on a créé beaucoup de situations et on a raté. Aujourd'hui, ce n'était pas qu'on a créé beaucoup de situations, mais normalement, on met 2-0 et c'est fini le match. C'est une situation que je crois que ça passe plus pour le côté psychologique d'avoir cette tête froide, de faire cette précision finale pour marquer les buts. Si vous voyez comment on travaille pendant toute la semaine, on travaille tous en fonction des débuts, des frappes, des tirs, des passes en retrait, des centres, des. Vous pouvez le demander les joueurs qui sait en quoi on se passe la séance d'entraînement. Mais parfois il a un blocage, parfois la malchance et parfois la manque de précision. تمرت علينا واخا ضد مجرى اللاعب و هادشي كيوقع عادي بالنسبه للمسار ديالي قلت ليا بلي زعما واش تاثر عليا من الغياب ديالي من الماتش ديال برشيط الماتش برشيط فبالنسبه للماتش ما تاثر عليا ما والو انا كنخدم وكنتسنى المدرب عطاني الفرصه ديالي وهو اللي كيتحكم في هادشي والحمد لله انا غادي كتريني كدير لي عليا صافي ورقه شنو كتشوف في المقابله الجايه ديال فريق حسنيه اكادير لان عندكم موجه على نصور الكاف يعني كيفاش كتشوفوا الموجه ديالكم امام بركان بركان كنعرفوها و غادي نوجدوا ليها كاين مقابله باش نحققوا الفوز ان شاء الله حيت هذيك المقابله مهمه
باش نحيت الى ربحنا ان شاء الله باش نتكلاصو من بارمي لي برومي باش يسهل علينا باش ندوزو للادوار المقبله ان شاء الله. سؤال اخر سيد الحاج، سؤال المسيو غاندي، لاحظنا غياب سعد مرسلي وغياب كلمة محمد وشيماوي وكلمة أبو الشعوب لمدة طويلة، اليوم عادوا بثلاث، هل هي سياسة لتجلب الفريق أم سياسة لما الفراغ فراغ غيابات الوازنة للفريق حسب أكادير البركاوي ولا جلال الدولي؟ لا غير ذلك. Si on avait le contrôle des matchs, de faire jouer un peu plus de temps, jouer comme ça, Karim El Mohamed, tout ça, mais c'était difficile, c'était fermé. On avait des joueurs comme Kimawi qui traînaient un petit peu la blessure. On avait... Mais le kick, c'était la fatigue, était un peu chargé aussi. Et on a essayé de gérer aussi. Je ne peux pas lancer les gens dans une situation comme ça. Mais notre idée, c'est de continuer avec cette politique. Un juge est assis là, j'ai deux questions. Alors, soit où est l'arbitrage, le coach se dépêche là, que l'arbitre ne se fait pas. Il a été très clair pour l'équipe de Super Bocci. Donc, moi, je suis le coach, je suis d'accord. Deuxième question, le prochain match contre l'équipe de l'Ukraine, parce que le match difficile pour l'équipe Hassania, il a besoin de 3 points, je ne sais pas, il y a 20 points. Je ne sais pas de quel pénalty il parle. Je ne sais pas de quel pénalty. Je crois qu'il a une action qui Rami l'a tombé. Rami ou Boustigny, qui peut-être l'a touché. Ils ont demandé pénalty dans cette action. Mais si je vois l'ensemble, moi, vous savez, ma politique, ce n'est pas parler des arbitres. Même, tu ne gagnes rien de parler avec les arbitres. Mais je dis que, par contre, la bande de touche de Rachid était très, très crispée dès le premier moment. Ils ont fait beaucoup de pression sur l'arbitre, sur le quatrième arbitre. Même à la première mi-temps, il a eu un scandale à la sortie. À la fin, il a eu un scandale. Ça, ce n'est pas notre philosophie. Ça. C'est pour ça que je dis, l'entraîneur, il te dit qu'est-ce qu'il veut, il a le droit. Nous, on n'était pas sifflé un pénalty à Watt, ils ont nous sifflé un pénalty très, très léger. Contre Fus, ils ne sont pas nous sifflé un pénalty scandaleux. Contre Raja, qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que je veux parler? Je ne solutionne rien. La chose que je n'ai pas aimée, c'est l'attitude et la magnitude. Ils ont été agressifs, même. Je crois que c'est l'assistant qui nous a crié les buts dans une situation qui sont venus à. C'est logique, tout le monde veut gagner, mais il faut avoir une certaine sportivité, un certain fair play. Deuxième question, c'est le prochain match contre l'équipe de Lorquin. Mm-hmm. Oui, c'est un match difficile, très dur. Ce n'est pas que nous, on est obligé à gagner, tous les matchs, on est obligé à gagner. On joue à l'extérieur, on sait que c'est très très important de faire un bon résultat. Je crois que ça sera un match, comme on a fait toujours avec Berkane, sur des matchs tactiques. Berkane, il a pris une bonne expérience de l'année passée, de la compétition africaine. Nous, on est en train d'apprendre cette expérience aussi. J'espère, on est confiant, on est optimiste et j'espère que je peux récupérer les joueurs blessés. Surtout, on attend avec les bras ouverts à Karim Berkaoui,
c'est un joueur qui, dans mon échelle, c'est un joueur clé aussi. Et ça fait longtemps qu'on ne peut pas compter sur lui. C'est un joueur qui nous donne beaucoup de solutions en attaque. Mais c'est clair que pour le prochain match, il ne sera pas. Hein. On va parler de ce que tu as dit. Mais on va partir, on va se réarmer de courage encore, de confiance. Dans un moment comme ça, il faut soutenir les groupes, il faut soutenir les joueurs. Il faut leur remonter la morale, il faut refaire la morale, il faut se préparer pour voyager à Berkane et on est en condition de gagner, on est 50-50, comme tu as dit. Merci.